بعد طول الغياب في هذا اللقاء الشعري والفني الذي يزدان حبا ويفوح عطرا بلقائكم على أطهر أرض وأغلى وطن وأوفى قلب لأطيب حضور، والذي يندرج ضمن فعاليات ملتقى العوامر الثاني للزجل دورة المبدع والزجال أحمد حمانو أحد أعمدة الزجل بالجماعة الترابية العوامرة. عنوان شخصيتي: التحدي لتصميم الشكل والمضمون بطرق متقنة معقلنة. وينظم هذا الملتقى من طرف جمعية العوامر للثقافة والفنون والتواصل بتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال بالعرائش وجماعة العوامرة تحت شعار الزجل هويتنا الجماعية. ويأتي ملتقى العوامرة الثاني للزجل في سياق المحافظة على الموروث الثقافي الشعبي وخلق صلة وصل بين المبدعين من مدن مغربية مختلفة وتنشيط الحركة الثقافية بالمنطقة. وتسعى إدارته جاهدة إلى تكريسه كتقليد سنوي والذي تحتفي من خلاله بشعر الزجل ومبدعيه. فكلنا أمل أن يصبح ملتقى العوامرة للزجل رافدا من أهم الروافد الأدبية في الساحة الشعرية. فجزيل الشكر وخالص الامتنان للأخ والصديق محمد زيدان رئيس جمعية العوامرة للثقافة والفنون والتواصل وجميع أعضائها المجلة ولكل القائمين على الملتقى الضخم الذين عانقوا هذه المبادرة بكل حب على جهودهم المبذولة وسعيهم المتواصل في خدمة الزجل وشعاره. والشكر كل الشكر لمن تكبد عناء السفر من أجل حرف صادق كل باسمه وصفته، والشكر أيضا لمن تعذر عليه الحضور فيتابع بوجدانه. فبقلوب منها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأنتم القلوب المشغوفة شوقا للقافية ورنة الشعر. فعلى بركة الله نفتتح حفلنا بخير ما فتح به حفل واستمع إليه جمع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد السلام الجيد فليتفضل مشكورا. المحبة وإفئدة تنبض بالمودة وكلمات مفعمة بروح الأخوة نحييكم ضيوفنا الكرام وأهلا وسهلا بكل المشاركات والمشاركين في هذا الملتقى الزجلي بعدد ما نثرتم من حروف وبعدد ما أزهرت أرض العوامرة بعطر الورود وتوهجت فرحا بقدومكم. يأتي تنظيم هذا الملتقى الزجلي الوطني الثاني بالعوامرة في إطار الأنشطة الثقافية التي خططتها جمعيتنا جمعية العوامرة للثقافة والفنون والتواصل إحياء للتراث اللامادي لمنطقة العوامرة وإبراز مبدعيها وتكريمهم. فإذا كانت الدورة الأولى احتفت بالزجل العمراني السريتي ابن العوامرة، فهذه الدورة الثانية تكرم الزجال أحمد حمانو. إنه زجال بالفطرة والسليقة تشم في زجله رائحة الأرض، المنتقد للجحود الاجتماعي. إنه زجال حاتمي ومبدع في حياته وفي إنتاجاته الإبداعية. باسم أعضاء جمعيتنا نشكر كل من ساعدنا وساهم معنا في إنجاح هذا الملتقى، بدءا باللجنة الأدبية والعلمية التي لا تبخل علينا بآرائها النيرة. نذكر من هنا الأستاذ الميلودي الواردي والأستاذ عبد السلام الدخان والأستاذ أكرم الغرباوي، بالإضافة إلى الشاعر المغربي إدريس علوش. ثم جمعت العوامرة في شخص رئيسها الدكتور مصطفى فريحة،
وكل أطرها وأعوانها على دعمهم اللوجستي المهم والمعنوي لنا. كما نشكر مديرية وزارة الثقافة والاتصال بالعرائش بشخص مديرها الأستاذ المحترم أحمد أشرفي، ومديرية وزارة الشباب والرياضة بشخص مديرها الأستاذ عبد الهادي الزهري. ثم تنسيقية جامعة العمرة الزوادة التي ترأسها الأستاذة ملكة المساوي، ومن خلالها لكل أعضاء التنسيقية الطيبين. ثم جمعية شباب العمرة الألعاب القوى برئاستها السيد حسيكا محمد. ثم جمعية سميد مال التنمية والتعاون والنقل المدرسي في شخص رئيسها فاعل الجامع النشيط السيد حميد الرشدي. ثم جمعية اتحاد المجتمع المدني بدوار أرحمنا بالعمرة في شخص رئيسها تهاني الشياك، والفاعلة الجمعوية الصحفية والباحثة الاجتماعية كوثر رواز، وكل أعضاء الجمعية. كما نشكر وسائل الاتصال المواكبة لنشاطنا هذا، منها على الخصوص جريدة صوت العدالة بالرباط وممثلها عبد الربيع محمد زيطان، ثم جريدة عرائش أنفو في شخص مديرها الأستاذ عبد القادر السبيطي، وجريدة لكسوس بريس في شخص رئيسها هشام الشكدالي. كما نشكر الإخوة المساهمين والداعمين لنا لهذا الملتقى، نذكر منهم السيد رضوان الشاذلي، ثم خالد زيطان، والحاج محمد أمنوح، والحاج سعيد أحدى، وغيرهم من الفاعلين الجمعويين في المنطقة. دون أن ننسى كل أفراد عائلتي التي ساعدتنا، وعائلتي المحتفى بها الأستاذ أحمد حمانو والزجاج الغواني إبراهيم الرامي، وكل أعضاء جمعيتنا منهم إدريس جبيلو، كل أعضاء جمعية العمرة للثقافة والفنون والتواصل، ثم مدير دار الشباب الزجاج الفنان مختار الضغا، ومقدم ومنشط الملتقى الأستاذ جعفر الوراقي، وكل فرق الموسيقية منها المجموعة الغوانية الرائدة إقليميا ووطنيا مجموعة الشعاع، ثم مجموعة عز العرب لتراث الشعب العمرة، والفنان المطرب الأستاذ مولاي أحمد الطبري في المرافقة الموسيقية للسجال. مرة أخرى نرحب بكم، وأهلا وسهلا بالجميع وبأهل العمرة التواقين للجمال والأنشطة الثقافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد محمد زيطان رئيس جمعية العوامرة للثقافة والفنون والتواصل على هذه الكلمة القيمة والمحددة. نتمنى لكم مسيرة موفقة، مسيرة جمعوية إن شاء الله. كلمة مديرية وزارة الشباب والرياضة بالعرائش، سيتفضل بإلقائها السيد المختار بن دغا مدير دار الشباب بالعوامرة، فليتفضل مشكورا على الرحب والسعة. السلام عليكم، فمرحبا بكم بالعوامرة العاملة بأهلها، والمرحبة بضيوفها والمحبة لكل شعرائها. تحية كبيرة لجميع جمعية المجتمع المدني على منطقة العوامرة ككل، ترحب بكم كل الترحاب، فمرحبا بكم إن شاء الله معنا في هذا اليوم باسمنا وباسم دار الشباب العوامرة وباسم جمعية المجتمع المدني على رأسها التنسيقية الأستاذة المساوي، وكل الشكر للمجلس القروي نيابة عن السيد محمد الصمودي على المجلس وجميع جمعية المجتمع المدني. فمرحبا بكم في هذا العرس الكبير لأبينا أحمد حمانو، وشكرا. شكرا للسيد المختار بن دغا مدير دار الشباب بالعوامرة. كلمة الجماعة الترابية العوامرة، سيتفضل بإلقائها النائب الأول لرئيس جماعة العوامرة الأستاذ محمد الصمودي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا قبل ما نبدأ الكلمة، السيد الرئيس كيعتذر نظرا للظروف الصحية، وكيتمنى لكم يعني مسيرة موفقة ومسيرة ناجحة ومزيد من التألق، وهذه كلمته حرفيا سأتلوها عليكم. يشرفني ويسعدني في هذا اليوم المبارك السعيد بحضور هذا الملتقى الذي
تشرف على تنظيمه جمعية عوامرة للثقافة والفنون والتواصل، كما أشكر كل من لبى الدعوة وتحمل شقاء التنقل للمساهمة بحضوره في هذا الملتقى الثقافي الثاني للزجل لدعم ومساندة الشاعر الزجال من جماعة عوامرة السيد حمان أحمد، الذي يعتبر شعلة مضيئة داخل تراب عوامرة في مجال الزجل. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم باسمي ونيابة عن كافة أعضاء المجلس القروي إلى كل من ساهم وسيساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذه التظاهرة الفنية التي تستحق كامل العناية والتقدير. أيها السيدة والسادة، اسمحوا لي أن أقول لكم بأننا لم نتردد في دعم مثل هذه المبادرات الثقافية وغيرها من التظاهرات والملتقيات، ونساهم بكل ما أتيح لنا من إمكانيات، وكنا نتمنى أن نقدم حتى الدعم المادي، لكن للأسف الشديد الظروف لا تسمح بذلك. وحتى لا أطيل في كلامي هذا، أتمنى أن يمر هذا الملتقى في ظروف ملائمة على مدى هذين اليومين، وأتمنى أن ينخرط الجميع وبتلقائية في تيسير الأمور والدفع بمثل هذه المبادرات إلى الأمام. وفي الأخير أتمنى للسيد أحمد حمانو وكل مشارك في هذه الدورة مسيرة موفقة ومزيدا من العطاء لإغناء الساحة الفكرية والثقافية على المستوى المحلي والجهوي والوطني عموما. كما أتمنى لجمعية العوامرة يعني للثقافة والفنون والتواصل مزيدا من التألق ومسيرة موفقة، ولكل جمعيات ولكل جمعيات جامعة العوامرة، ولكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد محمد الصمودي النائب الأول لرئيس جماعة العوامرة، والشكر موصول من خلالكم للسيد المحترم رئيس جماعة العوامرة على تعاونكم مع جمعية العوامرة. أيها الحضور الكريم، عشاق الكلام الموزون الجميل والفن القول الرفيع والطرب الأصيل، اللحظة أستأذنكم للأخذ بكم إلى الاستمتاع بتقاسيم على آلة العود بالأنامل الذهبية للفنان والعازف والملحن الجميل مولاي أحمد الطبري، الذي شرفنا بحضوره من مدينة سلا العريقة، فليتفضل مشكورا تحت تصفيقاتكم الحارة والحضور الكريم.
العازف مولاي أحمد الطبري على هذه التقاسيم الجديدة. أيها الحضور النخبوي، قبل أن نسافر معا في فضاء الشعر الواسع الشاسع، نبقى مع تقديم شهادات في حق عريس ملتقى العوامل الثاني للزجل المحتفى به الليلة، الشاعر والمبدع أحمد حمانو سيتفضل بتقديمها نخبة من الأصدقاء والأقارب الذين أبوا إلا أن يشاركوا فرحته بهذا التكريم المستحق. وأول شهادة ستكون للسيدة حرمو، فلتتفضل مشكورة السيدة منانة العمراني. السيدة منانة العمراني حرم المحتفى به الليلة، الشاعر أحمد حمانو، ستتفضل بتقديم شهادة في حق هذا الرجل الطيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. شكرا للسيدة الفاضلة منانة العمراني على هذه الشهادة القيمة في حق زوجك الكريم أحمد حمانو. ما أجمل أن تجد قلبا يحبك دون أن يطالبك بشيء سوى أن يراك دائما بخير. الصداقة كنز لا يفنى، ومن لم يعرف معنى الصداقة لم يذق من حلاوة الدنيا شيئا. فلا أجمل من صديق يشاركك تفاصيل حياتك بحلوها ومرها. سأترك مساحة من الوقت لبعض الأصدقاء رفقاء درب المحتفى به اليوم، يدلون بدلوهم بشهادات تروي الأحاديث والذكريات التي تجمع بينهم. وأنادي باسمكم جميعا على السيد محمد مرزاق، فليتفضل مشكورا. مساء الحب، مساء المودة، مساء الصداقة. بدوري أحيي كل المنظمين الذين صاروا على أن يحتفلوا ب هذه الأيقونة الجميلة التي تصفدها هذا الفضاء البدوي الرائع والجميل والساحر. الحديث عن سيدي أحمد حمانو يمكنني أن أرصده من زاويتين اثنتين: زاوية إنسان وزاوية مبدع. على مستوى الأول زاوية إنسان، يعني نبل وأخلاق وشهامة وتدفق، حيث إنك لما تطلب منه شيئا فيهب إليك مسرعا وكأنه هو الطالب. على مستويات متعددة من خلال الجانب الإنساني لا يمكن إلا أن يترسل ويتبوأ مكانة تليق بالنبلاء وبالأخيار. هذا هو رأينا، وهذا هو ما جعلنا نجتمع حول سيدي أحمد حمانو. سيدي أحمد حمانو
ينتقل من العوامة إلى مدينة العرائش يوميا تقريبا، ويجتمع بأصدقائه وبخلانه وبالمبدعين الذين تضافروا وإياه مجموعة من الوشائج الثقافية والإبداعية. قلت على هذا المستوى الأول، المستوى الإنساني، مستوى متعدد مختلف أخلاقا ونبلا ورجولة وشهامة، وباختصار تجمعت فيه ما تفرق في غيره من الرجال. أما على المستوى الثاني والمستوى الإبداعي فقد تعرفت عليه في بداية 2000 حينما كنا الجميع، وكان يجمعنا صديقنا الجميل الأستاذ ياسر السلطان، كنا نجتمع في قراءات سجلية. كان سيعلم يعني قد سبقنا وسبق الكثيرين من سجلي مدينة العرائش، وكان يلفت انتباهي سي أحمد حمام بلغته البدوية المصطفى، لغة يعني منتقات من الصبرة، من طرق، من رمل، من الغيس، الوحي، كلمات يعني تنبعث وهي متشبعة بالنفحة والعصارة البدوية. يعني لم أكن أطمع إلى ما كان يقول في الحقيقة، ولكنه على المستوى الإنساني كان قريبا مني وكنت قريبا منه وما زلت وما زال. ولكن الجميل في هذا الإنسان على المستوى الإبداعي هو تطوره وتدرجه النابعين من شخصيته الأولى المتمثلة في حسن الإصغاء وفي حسن التحاور والمناقشة والأخذ بالرأي المخالف. هذا الرجل، هذا المبدع، بعد يعني مراحل، بعد سنوات، يعني استمع إليه كل مرة، وكل مرة كنت أطلب منه أن يلقي علي نصاً زجلياً يختلف عما سبق، فألحظ بشكل مسترسل هذا التطور وهذا الرقي على مستوى القول الزجلي، إن على مستوى اللغة التي بدأت يعني تشيخ على مستوى من الإجادة وعلى مستوى من العرق أكثر، وإن على مستوى الأفكار. إذن من خلال هذه السيارة استطاع سيدي أحمد أن يطور آلياته السجلية، ولكنه ظل دائما وفيا لمرسعه الأصل، لجذوره البدوية، حيث قصائده تمتح من هذا المرجع البدوي الخاص. ولا أدل على ذلك هو عنوان الديوان، فهو يأخذ نصره ويتشبع بأفكار من هذه، من هذا الفضاء البدوي الرحب الممتد الفسيح. إذن مع سيدي أحمد حمانو يمكن القول إننا أمام تبرج وأمام تطور ورقي على مستوى الإبداع السجلي، وبالتالي فسيدي أحمد يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به من طرف السجالين الذين بدأوا مراحلهم الأولى، حيث إن الآن مع التجربة التي استطاع سيدي أحمد أن يراكمها نصي إلى نصوص ضاربة على مستوى الفكر، على مستوى التيمات والمواضيع، وكذلك على مستوى اللغة، إلى جانب الجانب الموسيقي والتصويري، هذان الجانبان يعني استطاع سيدي أحمد أن يوليهما مكانة وقيمة كبرى، على اعتبار أن القول شعرا أو سجلا لا يمكن أن يكون ضاربا إلا إذا احتفى بالموسيقى وبالصورة الشعرية. ومن هنا يمكن أن لا أحدد نصوصه، وإن كنا قد طلب مني ذلك لكنت قد يعني كشفت على مستوى المنهجيات، على مستوى نظريات النص الأدبي لكي نكشف جمالية نصوص سيدي أحمد حمام. ولكن شهادتي تصب في هذين الجانبين، الجانب الإنساني
النبي والجانب الإبداعي الذي تطور وحتى أصبح هذا الرجل هذا المبدع الذي نختلف فيما بيننا ولكننا أنا المهم كنت أفتخر أعطاني الله بعد واحد الأم وكان أعتز بالرضا ديالها وكنت أشكر الله تعالى وتبارك عن التربية ديالها وكي رباتنا وكي سهرت علينا وبالرضا ديالها راه مازالت صغيرة كتمر وكتغطينا بظلها وكتزهر وكنتم ريحة الجنة ما بين يديها وما بين رجليها وكنطلب الله تعالى وتبارك الله يمتحها لنا بالصحيحة ديالها ويطول لنا الله العمر ديالها. كذلك كنترحم على روح أبي الله يرحمه برحمة الله. ما نقدرش نقول كان أبي رجل طيب ولكن بشهادة ناس كاملة راهم كيعرفوه الله يرحمه برحمة الله. الله يجعل الرضا ديالو يكون ظل علينا وعلى وليداتنا وعلى جميع الإخوان. وكنشكر بزاف بزاف الزوجة ديالي كنرجع لها الفضل اللي نقدر نقول ضحات من وقتها وساعدتني وعمر ديك المرأة ما هدرت معاها وقالت لي لا فين كنتي غادي ولا تكدي ولا صناعك لحد الآن احنا في 42 سنة والله العظيم ما بعد الساعة كنتي قال الله عادي كنعرفها. ولا يوم قالت لي اش كدير ولا اش كتفعل ولا سكن ولا ماك ولا خوك ولا لا. بالعكس هي بعض المرة كتقول لي واش تقدر تعطل شي على الوالدة ما مشيتيش شفتيها وراح سير قلب على خوك سير شوف اختك سير كذا كذا. هذا كنشكرها بزاف وكنطلب الله تعالى وتبارك الله يقدر العمر انا وياك حتى كاع نموتو في نهار واحد ما فينا ما نموتو. وكنشكر ولادي الذكور والإناث اللي مساعدني ولو بعد مرة تكون ديك الهبال عارف الهبال بواهم. وكنت نحس وكنت أشعر دائما بديك الثقة اللي كتجمعني بيني وبين خوتي منهم الأحياء اللي باقي محيين ومنهم اللي مرحلوا عن هذه الدنيا رحمهم الله. وكنشكر شكر كبير وهو دوك الناس اللي ملي كنفتح الباب ديال داري وكنت مخارج كنصيبهم قدامي امهم ولا وليداتهم. كنشكر جيراني اللي ما عمري ما حسبتهم جيران ربي الله شاهد عليا كنحسبهم بولاد امي وبا. لا هذه شهادة كنقولها لا نتي ولا حفيظة ولا مهم الأسر كاملة. وكنشكر التعاونية ديالي اللي كتكن لي واحد احترام وكتكن لي واحد تقدير. هذا احنا كنحضروا على الحكي ديالي أما ما غنطفوا القبيلة غنتكلم على القبيلة ما هي يسعنيش ساعة وساعتين وثلاثة سوايع وبعد السوايع كنهضرنا على القبيلة كاملة. والله يكثر خيرها والله يكرمها والله يعزها كما كتعزني. وكنقول من هذا المنبر كنقول للقبيلة تخلوه إذا كان شي واحد بغي نتعطيه العصا عطيوني أنا اللي رضا بها ونقبل منكم مزيانة والعيانة ولكن لله الحمد عمري ما تخلي منكم في حاجة اللي هي عيانة. وكنقول لكم الاحترام احترام احترام. كنشكر اللي جا من قريب واللي جا من بعيد وكنشكر جميع الإخوان اللي حاضروا الأخوات. البداية ديال الكتابة ديالي كانت كنخربش تخربيشات كنعمر بهم الوقت وكنخزن داكشي في شي وريقات. اليوم على غدا دابا غنهضروا نشوفوا فين وصلنا. اليوم على غدا بقينا كنكتبوا خمل كتب خمل حتى واحد النهار نهز شي كنيشات القبي غادي لدار الود قال لي واحد مصقع قال لي شنو عندك تما جاب الله خبزه وقلت له شي وريقات. قال لي اقرا عليا قريت القرعه قال لي سي احمد راه انت هنا عندك شي حاجه قلت له ما تفليش بيا قال لي والله حتى عندك
قالك والله واش عندي انا عندي حروف انا معوده قال لي راه انت معوده ما مره مسرحه قال لي ما كاين مشكل قال لي واه راه كاين شي حاجه ما تغنى قلت له صافي ما بقى لي انا غير الغناء فين يقلوا لي الحروف قال لي لا 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 انا عندي لقيت مع واحد الصديق ديالي وربما كاين شي حاجه قلت له واخا سي لي خير واحد النهار بي من هاي باقي هاي لقيني بحبيب الشجاع حبيب القرح من مرعى داخلة شو فاقرا قال لي راه هنا الشارع عندك فيه ما يتقال ارا نطلع عند واحد المجموعه فيها فلان مصيري وسعد الاله وكذا مشينا طلعنا عجبهم شي شويه ديال الحال تبارك الله هاجي واحد المناسبه هيكونوا مجموعه ديال المشاهد هيكون عندهم شي سهره هنا كانت هذيك البدايه تما فين نتلاقى واحد السيد من ديك البلاده تقول السيد ما نعرف ولكن كنصيبو مدرسه هو شكون هذا قال لك سيدي هذا السي محمد الباكي تبارك الله شاف شي حاجه قال لي سيدي هذا الشيء راه ضروري تنضم علينا ونديروا جمعيه من تما كانت البدايه بقينا كن ما ننساهمش كاين واحد الصديق اخر اللي جمع بيني وبينه وهم ولادنا الله يرضى عليهم كانوا اصدقاء كانوا كيدرسوا حتى ما كنتلاقوا في طنجة كنا في الحي الجامعي ولا كنت تحت الجيل سعد خمس السلطاني من تما دينا من هاد الإخوان بجوج بالنسبة ليا كانوا مدرسة منهم تعلمت كثير ومنهم صقلت وكان دائما واحد التوجه كان اللي كان كيجمع بيناتنا دائما وهو ذاك الاحترام ذاك التقدير ومازال المكانة ديالهم راها في القلب مازال ديك المحبة ديالهم ما تغيرت ولو يصوت الريح كيف ما صار وفدرنا هانتو إن شاء الله ونطلب الله تعالى وتبارك يسعدنا كاين أصدقاء أخرين اللي واخا نبغي نتكلم عليهم ما تسعني شي لحظة ووقت الأستاذ سي محمد مرزاق واحد عروبي كما قال هو السي مصطفى جديعه اللي كنتقاسم انا وياه غير شي نهار خصني ندير شي امسيه تكون شي دوار ولا شي وخصنا ندبروا شي ربعه البهايم وكاع واخا يكون الاخر فيها حتى وندرسوا شي نادر هو يبري المدرا وانا ندير غير تبان نحضر راسنا عندك شي واحد منا شي بقيده عنه اللون طفي كي صعب عليا نتكلم كي صعب والله العظيم راه كنشوف واحد المحبه واحد المعزه واحد الاحترام اللي كيجمعني بيني وبين اعضاء الجماعه بالرئيس ديالها بالنائب ديال الرئيس بالاستاذه اللي ما نقدرش نقول الختيم عندها مكانة ديالها خاصة بالسلامة عليك كنشكر جميع الجمعيات كنشكر كل من ساهم كنشكر كل من حضر وكنشكر حتى اللي ما حضرش راه كل واحد عنده الظروف وسمحوا لي راه كاين اللي جاو من بعيد وقبلوا مساكن كرفيت والسفر والحال سخون ولكن عارف علاش جاو والله ما جابتهم غير المحبة والله ما جبتهم غير ذاك الأخوة الصادقة اللي نابعة من القلوب ديالنا اللي ما تكلمتش عليه كنطلب منكم تسمحوا لي وربما نقدر نقول في هذا القدر كفاية كان قرا لك جبتوا لي مرتي هنايا زويتوها نقرا قصيدة عليها العنوان ديال القصيدة العشق القادي خليني نجيك
خليني نجيك صبي صغير نحبو نددش نلعب مرحك نطيح نتقعد نكبر ونشيخ نفيق يفيقني فجرك انتي انتي يا لالا من يحضيه ليفلت خليني نجيك مبارد من عوانة العشق مصفي منقي نقطع عطشك يكبر شوقك انتي انتي يا لالا من يصون وليتشتت خليك لي نعيش معاك خليك لي نعيش معاك طرد الظلام المخزون الساكن دواخلك حيي من جديد ولد عشقك عيشي ليه عيشي ليه لا تموتي جمعيه لا يتفتت شعلي شمعتك الطافية تخطعت بالشقا مبسمة معطرة ماشطة سوالفك خليني خليني نشوفك طوير يغرد على مصن لهنا فراك تحلق فحقون حورية ايام ربيع زاهية فاتح الباب كون صدرك خلي العين تشهد ليك وبنظرة شريفة تسعد بيك قومي صمدي طردي الهم والتحداي ظهري الفرح بوجهك قابلي مرايتك حضريني في اعماقك فرحي وسعدي خبريني خبريني على زين خيالك روي روحك من عطفي ليك قريب بوجه الاسرار ضي نورك حياي كوني لي بير غارب مدفونة في اسراري نكون ليك شجرة ارتاحي تحت ظل غصاني وهداي يا لالا يا لالا رمي الهم يرتاح القلب خودي ليك كتابي الأوراق وقراي الأوراق وقراي الأوراق وقراي كان فينا مول القلب الحنين كان فينا مول القلب الحنين الصافي بالمحبة ولوفة مش مملمة فيها سهام مش مملمة فيها سهام أيام كانت الخاوة وصفة كان بالصدق نغمة يطرب طاير الغدر كان يجيب العفة كان نسمة البحر وداد والأقوى في عداد خفة كان بجناحي حلق حاضي غيرة حاضي احتيرة كان دفة كان ود الجواد راعي البلاد بخلاقه يلم الشمل في كفها كان وباقي لي فيه في القلوب مكان في كلامه معاني ما تخفى كان لسانه يداوي المجروح ملضيق السم ترياق به يشفى بالصدق والمعقول كان شريف
محبوب ديما بين التربه. دنيا جهود حرك الضواخل وجلينا من حرك شوق المجاهل. عذرني الى فاضت مني دمعه، عذرني الى طابت وخاطر فجعه. دندن وزيد دندن واكتب كون عليا شاهد بحق الاولاد بحق البلاد بحق الجواد بحق كل العباد. نعطيك العاهد تبقى على الدوام في البال ديما تصيبني حاضر ليك مواعد، ديما تصيبني حاضر ليك مواعد. شكرا للشاعر والمبدع أحمد حمانو، وهنيئا لك بهذا التكريم المستحق. شاعر له بصمته الخاصة التي ركمها من خلال الاشتغال على تجويد تجربته، خط لنفسه مسارا وتفوق فيه، عضو فعال في عدة جمعيات ثقافية وفنية، له عدة مشاركات شعرية بملتقيات ومهرجانات وطنية ودولية جهوية إقليمية ومحلية، استضيف بعدة برامج إذاعية وقنوات وطنية، ضيف على برنامج قصة الناس من مؤسسي إدارة الشعر المغربي بفاس، ومتطوع في عدة أعمال خيرية بربوع الوطني، شارك في قافلة المحبة إلى تونس، كرم من طرف عدة جمعيات وطنية، واليوم يكرم بمسقط رأسه العوامرة من طرف جمعية العوامر للثقافة والفنون والتواصل. صدر له ديوان زجلي مدمج في قرص سمعي بصري بعنوان سرير الحلمة، وآخر إصداره ديوان حروف الصبرة الذي سنحتفل بتوقيعه في هذا الملتقى. يحضر معنا في هذا اللقاء الأدبي قامة فكرية من القامات التي نعتز ونفخر بها في مغربنا الحبيب، وهو شاعر وناقد له دراسات عديدة في دواوين شعرية كثيرة، بالإضافة إلى الإسامات الأدبية بالعديد من الجرائد المغربية وبعض المواقع الإلكترونية. نرحب به أجمل ترحيب يليق بمقامه الشاعر والناقد الميلودي الوريدي، الذي سيقدم لنا مقاربة نقدية في ديوان حروف الصبرة لمؤلفه الشاعر أحمد حمانو المحتفى به اليوم. فليتفضل الناقد الميلودي الوريدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم المرسلين. سأحاول أن أكون مختزلا ومقتضبا، لا لعين في الديوان لا سمح الله، ولكني أرى وجوها من الزجالين والشعراء أنا شخصيا أتوق إلى سماعهم، بعضهم أتوق إلى سماعه وبعضهم أشتاق إلى سماعه لأول مرة، فسأكون مختصرا. الزجل عمي خصيصات النسج وبناء المعنى في ديوان حروف الصبرة للزجل أحمد حمانو. لا تستقيم المقاربة ولا التحليل النقدي للممارسات النصية الشعرية المغربية إلا بالانفتاح على شقيها المتوازيين، الشعر الفصيح والشعر العامي، وكذلك القطع المعرفي مع الصراع الخالد بين الثقافة العالمة والثقافة الشعبية، هذا الصراع الذي وسم تاريخ الأدب العربي بالقصور انعدام الشمولية، ومحاولات الطائفة الأولى طمس معالم الثانية عبر
بإنكار عقلية وقداسة المفترضتين بدعوى أن إنتاج الاستعارات والمجازات حقر وقفي على العقل العالم المتعالي الفذ. وهذا ما حدث بالدكتور عباس الجراري إلى اقتراح تضمين الشعر العامي المغربي في المنظومة الدراسية الجامعية، إيمانا منه بأن كل فصل وإقصاء لهذا المدن المتحقق لا يخدم علمية الدراسات النقدية للممارسة النصية الشعرية المغربية، إضافة إلى دعوته الضمنية لإعادة تعريف الشعرية انطلاقا من هذه المسلمات الإجرائية. وكذلك كان ففي الجامعة المغربية، وكما دار نقاش بيني وبين الأخ حميد البلبالي، هناك أحدث قسم أو فرع للدراسات لدراسة الثقافة الشعبية، ولكنها للأسف اقتصرت على دراسة الأسطورة في المتون الشفوية المتناقلة في المغرب، ولكن دراسة الأسطورة بنفس أرسطي يوناني فيما غيب الزجل، ولذلك لا نجد دراسة في شعرية الزجل المغربي. فما هو الزجل المغربي، أو كيف من أين يستمد ضلالته وحلاوته هذا الزجل؟ فهذه دراسات تنقصنا وربما تكون في المستقبل، ذلك لأن المتراكم النصي للزجل المغربي وإن بدا فوضويا متمنعا عن التقعيد فإنه غني ومتعب بالنقول الدلالية المنفتحة على تعدد التأويل وغنى الصور بما له من إمكانات تجاوز القواعد النظمية التي تحد غالبا من عنفوان التعابير وإمكاناتها التوليدية التوالدية. والأكيد أننا إذا تتبعنا كنانيش القول العامي فسنقف حتما على مخزون خطابي يضاهي ما يمكن رصده في دواوين الشعر المتعالم، بل وينماز عليه فضلا بقربه من ذائقة الأغلبية وتجدره في الوعي الشعبي وبسهولة تناقله لتطبع الألسنة عليه وجريه على عادة المعيش الحياتي اليومي، إضافة إلى اعتضاده بموروث حكائي وحكمي وطرائفي تاريخية قديمة في الزمن تغني وتوسع وتسمو بتجربة الشعرية الزجلية. المتن الذي نقدمه اليوم والموسوم بحروف الصبر لسجال مثمانو ينشد شعريته على ما أسلفناه ابتداء من عتبته الاستعارية التي نسجها صاحبها على لغة وسطى، وهو ما يسمى في الزجل المغربي التزنين، أي الكتابة الفصحى مدموجة في الدارجة، فيمكننا قراءة العنوان بالفصح ويمكننا قراءته أيضا بالعامي. فعلى لغة وسطى تتحرر لكنها تظل ملازمة للشكل النحوي والبلاغي العربي الصرف، فهي وإن فارقت التشكيل الحرفي العربي فقد لزمت بالمقابل قواعد النسبة والقواعد المقارنة للوصف والموصوف، فجاءت العبارة قائمة على المجاز في إضافية غير إسنادية حروف الصبر، وأيضا على استعارة مصرحة عنادية في جمعها بين طرفين لا يمكن اجتماعهما عقلا لتعاندهما وتنافرهما احتمالا وتآلفهما تجريدا. فالحروف كناية على الكلام وهو لا يصدر إلا عن البشر، وبالتالي لا يمكن تحققه إلا تجريدا لنبات السارة، كما أن تسميتها موافقة لاشتقاق اسم الفاعل، وبالتالي يكون التعبير لإثبات كثرة تعاطي هذا النوع من النبات للصبر واعتياده عليه. وعلى صعيد الديوان في كليته وعموميته نلمس أن الزجال أحمد حمانو توسل بطبعه وسليقته لتطريب متنه خارج المتعارفات النظمية، فعمد إلى إقامة النغم وفق أوزان توليفية تتوخى التنغيم من رحم متآلفة المخارج والتشكيلات السجعية الحرة وتراتبية حروف المد والتسكين والجناسات والمطابقات والجمع بين المطابقات والمحافظة غير الممكنة على ألف التأسيس في القوافي، كما هو واضح في قوله حق يدك على قلبك شوف وتأمل بنادم قيم ترشات رسمني الحياة تنج من سداب خيط اللي يقضيك إذا قدرت ينوض من بين الظلمات. فيما يتعلق بالقواميس اللغوية المعتمدة في الديوان فهي معاجم القول المقصور والحكمة والجدبة والحال والمرويات والمستدرفات بقصدية واضحة ومؤسسة على قاعدة الإدهاش
والإمتاع والمؤانسة بالاعتماد على تداخل الأنواع وتعدد الأصوات.